السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم من جديد. لا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على زر الاعجاب، اضغطوا على زر الاعجاب من فضلكم وصلوا على رسول الله. يبدو بان الموازين قد تغيرت، والظلم الذي تعرضت له اتحاد العاصمة لن يدوم، خصوصا وان محكمة الطاس قد تحركت بشكل رائع وبعثت مراسلات رسمية لهيئة الكاف الإفريقية وكذا إدارة فريق نهضة بركان المغربي، ومنحتهم مدة 3 أيام للرد عليها وتقديم الأسباب المنطقية والقانونية. ورأى قيام نهضة بركان بإدراج الخارطة المفبركة وسط قميص الفريق، خصوصا وأن الطاس قد طلبت التفسيرات من لجنة الكاف بسبب اعتمادها لأول مرة على شعارات سياسية على قميص رياضي، الأمر الذي يعتبر مخالف للقانون، فكيف تم الموافقة عليه من طرف لجنة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؟ ومن المرجح حسب الخبراء إعادة برمجة المباراة في بلد محايد دون ذهاب وإياب. لا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب، وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.